لعبة النهاردة هي قصتها في الغالب بتتكلم عن أحداث تمت بعد إصابة كوكب الأرض بنيزك، وبعد 30 سنة من الحدث دوت انتشر مجموعة من الشباب بيحاولوا ان هم يبنوا الأرض من أول وجديد، وفي نفس الوقت مجموعة من الكرياتشرز أو المخلوقات بتحاول ان هي تمنع دوت. تابعوا معنا الفيديو النهاردة عشان تعرفوا معنا لعبة ايه. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من سلسله اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانيه هنتكلم عن مجانيه جامده جدا من منصه ايبك زي ما عودتنا منصه ايبك. ولكن قبل ما نكمل اتمنى مشاركه الفيديو عشان الكل يستفيد، اتمنى نوصل ل 100 لايك، والناس اللي بتشوفنا اول مره تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد، ولو بتشوفنا لغايه دلوقتي كمل الفيديو للاخر عشان في لعبه تانية مجانيه سايبينها لاخر الفيديو. المهم لعبه النهارده معانا هي لعبه ريج 2، طبعا كان موجود منها جزء قبل كده، والجزء الثاني دوت احسن وافضل من ناحيه الاوبن وورلد، تم تطوير اللعبه بطريقه احسن وافضل من الاول بكتير، عشان طبعا الاول ناس كتير اشتكت ان كانت اللعبه ممله. زي ما احنا شايفين اللعبه من فئه الشوتر لمحبين العاب الشوتر، فيها اوبن وورلد، قصه اللعبه ممتازه جدا، بتتكلم عن نيزك ضرب الارض واحداث اللعبه 30 سنه بعد الحدث دوت، ومفروض ان في مجموعه من الناس بتحاول انها ترجع الارض لوضعها الطبيعي، تبني الارض من اول وجديد باحسن الصور، وطبعا الشر لازم يكون موجود في من الجهة التانية مجموعة تانية من الناس بتحاول ان هي تهدم كل ده، وطبعا طول اللعب انت بتواجه الحاجات دي كلها. اللعبة فيها اسلحة كتير، فيها اساليب مختلفة للعب، تقدر ان انت تكرييت او تخترع اسلوب مع نفسك للعب. اللعبة فيها نوعيات من الكرياتشرز او المخلوقات الغريبة اللي انت بتلعبها، ما بين صحراء ما بين اليات ما بين ما بين ما بين، وطبعا بتكون مضطر في كل مرة تغير اسلوب لعبك عشان تعرف تتأقلم مع اللعبة. المهم دلوقتي خلينا نتكلم شوية عن اللعبة. اللعبة مفروض ان هي من تطوير او ديفولوبر بتاعها افلانش ستوديوز، وطبعا الببليشر بيسيز ذا سوفت ووركس، يعني خليط جامد جدا هتستمتع وانت بتلعب. اللعبة تصنف ان هي اكشن، تصنف ان هي اف بي اس اوبن وورلد، وبالمعلومة كده سعر اللعبة على منصة ستيم 60 دولار، والنسخة الديلوكس عاملة 80 دولار، فانا مش عارف ستيم فين من الكلام دوت كله. مفروض ان اللغات اللي بتدعمها اللعبة لغات كتير جدا مختلفة، ولكن كالعادة وللأسف مفيش اللغة العربية. وطبعا كالعادة لو اتكلمنا عن متطلبات تشغيل اللعبة، لو بنتكلم على المينيمم مفروض الاوبريتنج سيستم ويندوز 7 او 8.1 او ويندوز 10، ولكن لازم يكون 64 بت، فده معناه ان محتاجين رامات عالية. بالنسبة للمعالج انتل كور i5 جيل تالت او AMD رايزن 3 1300X، وللأسف اي حد راماته اقل من 8 مش هيقدر يلعب اللعبة دي، لان بتحتاج رام مينيموم 8 جيجا بايت. بالنسبة للجرافيكس انفيديا جي تي اكس 780 3 جيجا، يعني الناس اللي كروت الشاشة بتاعتهم 2 جيجا مش هيقدروا يلعبوا اللعبة ديت باستمتاع. بالمناسبة انا الجهاز بتاعي لابتوب اتش بي زي بوك جي 3، مفروض ان كارت الشاشة بتاعه 2 جيجا ولكن بيعلى معايا، كلمته قبل كده عنه في فيديو تقدروا تشوفوه من علامة الاي اللي هتطلع فوق. ان شاء الله اجرب لكم اللعبة ديت على الجهاز ده ونشوف وضعها هيكون ازاي. بالنسبة للجرافيكس لمستخدمين كروت AMD، يفضل AMD R9 280 3 جيجا بايت برضو اقل حاجة، والستورج على الهارد ديسك 50 جيجا افيلبل. بالنسبة لريكومندد شوية كده هنشوفها واحنا بنطلب اللعبة. دلوقتي هنروح ونشوف ازاي ناخد اللعبة ديت مجانا. طبعا هنيجي كالعادة على منصة ايبك زي ما احنا شايفين كده قدامنا، شكرا ايبك. هتيجي تنزل وانت على صفحة ستور شوية لتحت لحد ما هتلاقي الفري جيمز زي ما احنا شايفين ريج 2، هتدخل على البيج الخاصة بيها، ولكن خلي بالنا كويس عشان اللعبة ديت مفروض انها بلس
18. هتدوس على continue بالشكل دوت. ده زي ما احنا شايفين شوية فيديوز من داخل اللعبة زي ما احنا شايفين اهيت، تمام. كل دي فيديوز وصور من داخل اللعبة. لو نزلنا شوية على view offers هتنزلك على الاسعار والoffers الموجودة، وزي ما احنا شايفين اهوت الانفورميشن عن اللعبة. اللعبة على بلاتفورم ويندوز، لو هنتكلم انك هتاخدها من ايبك هتكون على بلاتفورم من ويندوز او على ويندوز بس. وزي ما احنا شايفين اهيت الاديشنز، الاديشن العادي معانا سعره مفروض $60 ولكن هو موجود معانا فري لغاية 25 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت طبعا القاهرة. بعد كده في الديلوكس اديشن مفروض ان هو يكون coming soon. وعندي هنا الكوينز اللي انا قلت لكم عليها اهيت 1100 ريج كوينز سعرها $10، بعد كده 500 سعرهم 4، بعد كده 2500 سعرهم 20. ولو دوسنا على سيمور هتلاقي حاجات اكتر، واضح ان في ادونز اضافية او تقريبا هي ال 4500 بس. المهم خلينا نرجع تاني على اللعبة علشان نشوف هنحصل عليها ازاي. بالنسبة لمتطلبات التشغيل اللي قدامنا اهيت تقدروا توقفوا الشاشة كمينيمم وكريكومندد. وبالنسبة للغات اللي بتدعمها اللعبة، اللغات اللي قدامنا وما فيش اللغة العربي، هتطلع على الاديشن بتاعنا اللي هو فري اللي قدامنا دوت، وهتدوس على جيت بالشكل ده. مفروض هيفتح لك البيج بتاعت الاوردر اهوت، هيقول لك دلوقتي لودينج يور اوردر كالعادة، وهيأكد عليك السمري بتاع الاوردر ان هي 0 بدلا من 60. هتعلم هنا عشان يجي لك اخر الاخبار من الببلشر او الديفلوبر بتاع اللعبة، وهتدوس على بليس اوردر بالشكل ده، هيقول لك confirming thank you، ومفروض ان خلاص كده تم إضافة اللعبة للمكتبة، وهيأكد عليك اهوت ready to install، تقدر تنستول على طول او تشوفها في اللايبراري. هنأجل الخطوة ديت شوية كده عشان اوريكو دلوقتي اللعبة التانية معانا من ايبك فور فري، لعبة لذيذة جدا. كل اللي اقدر اقوله عن اللعبة ديت انها لمحبي الدريفتنج او الريسنج او السباقات، ولكن هي لعبة من المنظور الرأسي، لعبة بسيطة جدا تحسها كده زي اركيد او كلاسيكية. كل الفكرة انك بتعمل دريفتز بالعربية بتاعتك. عشان ناخدها هنيجي على الفري جيمز بالشكل ده وهندوس عليها. طبعا هيفتح لي البيج بتاعت اللعبة زي ما احنا شايفين، ديت فيديوز من داخل اللعبة، ديت صور اهيت. اللعبة مفروض لو نزلنا شوية هنلاقي ان سعرها $6 ولكن نازلة فور فري. اللعبة مفروض من الديفولوبر فون سيليكتور لابس انكوربريشن وهو هو الببلشر. ريليس ديت بتاع اللعبة كان 18 فبراير 2021، طبعا ريليز على منصة ايبك. اللعبة مفروض ريسنج اركيد زي ما انا قلت واندي جيمز كمان، والخبر الحلو انها تشتغل على الويندوز وعلى اجهزة الماك من ابل. وده شوية ديسكريبشن عن اللعبة، مفيش كلام كتير. لو نزلنا شوية دي متطلبات تشغيل اللعبة، غالبا اي جهاز اي 3 جيل تاني يشغل اللعبة مع رامات 2 جيجا. تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوا المتطلبات، ودي بالنسبة للمتطلبات على اجهزة الابل او الماك، برضو تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوا متطلبات التشغيل. هنطلع فوق وناخد اللعبة، هندوس على جيت بالشكل ده، ومفروض ان هو هيفتح لي البيج بتاعت اللعبة كالعادة، هيقول لي loading your order، وهيفتح لي السامري بتاع اللعبة يأكد عليها ان هي 0 بدلا من 6. هنعلم عشان نحصل على اخر الاخبار، وهندوس على بليس اوردر بالشكل دوت، هيقول لي confirming وهيقول لي thank you، ومفروض خلاص اللعبة انها كده اتضافت للمكتبة كالعادة، هيأكد عليا ان انا اقدر اعمل لها انستول ناو واشوفها كمان في اللايبراري. اللعبة اسمها ابسوليوت دريفت، تخيلوا عمال اعمل مراجعة عنها وما قلتش اسمها لغاية دلوقت. طيب هنروح بقى على اللايبراري عشان نشوف الالعاب اللي بقت موجودة، وخلينا نقفل، هي قفلت لوحدها. هنختار مثلا، طبعا الالعاب بقت كتيرة، هنكتب ريج 2 بالشكل ده، قال لي ان اللعبة بقت موجودة. بمجرد ما بدوس عليها بعمل انستول زيها زي اي لعبة، وبختار مكان التثبيت. وطبعا لو عايزين تعرفوا الطريقة تقدروا تشوفوها في
البلاي ليست اللي هتطلع لكم من فوق بتاعت جميع الالعاب المجانيه اللي اتكلمنا عنها في القناه. تقدر تعمل نفس اللي عملناه طبعا قبل كده. وبس ده كان فيديو النهاردة، حبيت أشارككم ألعاب المجانية للأسبوع ده من منصة إيبك. أتمنى الفيديو يكون عجب الناس، أتمنى مشاركة الفيديو، وأتمنى نوصل لـ 100 لايك. والناس اللي بتشوفنا لأول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي أسيبكم مع التريلر الرسمي بتاع لعبة ريج 2. سلام.